سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى الله. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أوصي الله ثواب قراءتنا وبركة دعائنا وصلواتنا إلى حضرة عين حقيقة الدارين وسيد الكونين وشفيع المذنبين وإمام المتقين ورسول رب العالمين نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العليا وبعثه مقام محمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم إلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه وأجداده وأزواجه وأهل بيته وعتله كلهم أجمعين وإلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين وسائر صحابة القرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات مشايخنا ومشايخ مشايخنا في الرائق المرضية كلها يا رب العالمين وإلى حضرات المصنفين والمحسنين والمهتدين والشارحين والحافظين من أهل السنة والجماعات وإلى حضرات أساتذتنا وأساتذتهم من النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم لا سيما إلى عهد شيخنا وسيدنا بل من كان باللباس الخضر عليه السلام وإلى عهد نبي الله الياس عليه السلام وإلى عهد شيخنا شيخ المشارق والموارب قدم الأقدام وغوث العظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى عهد شيخنا سلطان العارف الشيخ سيد أحمد الكبير الإفاعي قدس الله سره اللذيذ وإلى أحد شيخنا سلطان الهند خاجة معين الأجمعين يقول الله تعالى سره اللذيذ. اللهم لا سيما إلى حضرات السادات المذكورين في هذه البلدة وحولها يا رب العالمين. اللهم انفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنبارهم اللهم أعل درجاتهم بالجنة اللهم أعل درجاتهم بالجنة اللهم أعل درجاتهم بالجنة اللهم حقهم بجاه ما فض علينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وعلى أساتذتنا وعلى إخوتنا وعلى أخواتنا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا وعلى شركائنا وعلى تلاميذنا وعلى جميع من تعلقوا بنا وعلى جميع من حضروا في هذا المجلس الميمون من فيوضاتهم اللهم أمتنا وأمتهم بحمنا وإياهم بحماياتهم اللهم اجعلنا وإياهم بحفظك وكنفك وحمايتك وحدثك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنها وضيقائشها ومشقتها ومرضها وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا وإياهم من نافات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. اللهم لا تدع لنا ولهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا عدوا إلا دمرته ولا فسادا إلا أصلحته ولا عاجزا إلا أعنته ولا مريضا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته
ولا علما الا حصلتا ولا سحرا الا ابطلتا ولا عينا الا رزقتا ولا حاجة من هواء الدنيا والآخرة لك فيها نورنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم كف أيدي الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين والأعينين والساهين والسارقين والمطلبين أدنى وعمل لبيناهم يا خفي المنصاب. اللهم ردنا مما نخاف. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيد من كادنا في نحره مكرا ومكر بنا عائدا إليه. أمن صبرنا شبكة الخداع وجعله يا سيدي باقيا فيها مصرخا إليها يا رب العالمين. بجاه شفينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بحق هؤلاء الأشرف والكرماء المذكورين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اختم أمورنا كلها بالخير والسعادة. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في اجتماعنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم إلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا خاصة وإلى أحرات من دفنوا في هذه البلدة وإلى أحرات المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا واغفر لهم ورحمنا ورحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.